خليل جلو ناشط في المجتمع المدني. شنو أكثر وسيط في السوشيال ميديا تستخدمه؟ فيسبوك. أكثر تعبير في فيسبوك تستخدمه؟ جادور. أيهم تستخدم أكثر، يوتيوب ولا جوجل؟ يوتيوب. شنو أطرف فيديو عاجب لك تشوفه علينا؟ طبيب محمد لمين الياس بيك بابا، يتكلم عن شهر رمضان، انه طبيب كونسي لي جان كما يعدوا لا ريبتير في رمضان اكسيتيرا. دونك فيديو تضحك وزوينه، شفت صافي دي جور جو بونس. شن هي بالنسبه لك افضل فتره حكم في تاريخ موريتانيا؟ فتره سيدي الشيخ عبد الله قطعا فتره كانت جيده، كنا نقدروا نستفادوا منها، مي مال الرزمه ما طولت. سي امورني ام بي مورني. في جملة واحدة، شنو في رأيك أكثر شيء يحتاجه البلد؟ جافي دي كونغا. موريتانيا تحتاج اللي نقولوا أنا بالفرنسية لو فيفر انسامبل، الناس يالت تتجابر بينها، كانها تقود كلها يقود يعرف الآخر، يقود مو خايف منه. الناس ياسر فينا كنا خايف من الآخر، كنا قاعد لا لا أفير دي قبيلة أفير دي كولير. دونك تعايش أهم شيء اليوم في موريتانيا، ومالو رزمة ما فتخلك. مع أم ضد إضراب الأطباء؟ مع بابي اللي باطعنا نداوى هون، طب نداوى في طبوب موريتانيا، لأني من ذوك الموريتانيين اللي عندهم الملايين ويداوى في الخارج، ذو اللي كلهم يداوي يقولوا في الخارج، دوري يقول لا ضد، يقار حد يداوى هون باو يعرف الحياة نواكشوط اللي ديفيسيل، يالطو لا يقود معهم بينهم بطاها وطباء أولاد موريتان أولاد هذا البلد وعندهم حق يتكلموا، ويالطو حد لا يصنت لهمته. من هو مطربك المفضل في موريتان وعالميا؟ عندي 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 ديز ارتيست نصنت لهم، واحد ينقالوا سولجي هامس موريتاني ساكن في بروكسل، والآخرين ينقالوا جامين تيكي ان جروب دراب رام، اليوم هم اللي في بلجيك نصنت لهم تري سوفان. والكوميدي الموريتاني المفضل بالنسبة لك؟ بيك بابا الياس محمد لمين. في كلمة واحدة، كيف تصف حركة إيرا؟ مربكة. في كلمة واحدة، بما تصف الحكومة؟ فاشدة زاد بلس كنت عندي قامو كبر من فاشدة نقول له قرمو عندي. والمعارضة؟ لا نفس الشيء، الحكومة بور موا حكومة معارضة كاملين ورك يالتم جلي ميتوز دان الميم ساكوا، هما كاملين في زقيبة واحدة عندي أنا. شن هو موقفك من ظاهرة ديون الشيخ علي الرضا؟ أنا مسميها قنبلة اللي نعم اسمنا اللي تحرق موريتان. كم مرة استفدت من الوساطة في حياتك؟ الناس كاملة تعرف خالي جلو شي كاملين قالوا الوسطة، قال لا ما يقد بها الحمد لله. هل أنت مع أم ضد حملة خلوها تفلس؟ ماني مع ضد بس كتو سامبل مع أنا قاعد مع موريتانيا والله حد آخر. الناس يالت تتكلم عن شرائك كاملات والله زاد تسكت، بس شرائك كاملات عندهم نفس مشكلة. دونك شبابا ما قد نقود معاه في شي ذوك وما واضح لي. لين تعود رئيس الموريتان، شن هو أول قرار؟ أول قرار لين عدل في موريتان نقود رئيس حد كامل أنصري ليت كل حبس ولا تلا خالق له ما تلا اللي يطرح عينه إلى الشمس. شن هي برأيك أبرز مشكلة تعاني منها الصحافة الموريتانية؟ صحابة ياسر فيهم ما أعطي لهم قيمة، ما أعطي لهم احترام، وده كامل رأي ظاهرنا كاملين، وقبوا ياسر من الناس دارهم في تلفزات لاشي من كانوا واحدين يبيعوا مبورو واحدين يبيعوا دواء وعادوا عندهم دي ليسانس تلفزات، وعادوا الصحافة قاعدين نيجوا قاع صحافة قاع ما تجابتهم قالك زانا قاع. شن هي وجهة نظرك في النقاش الدائر حول برنامج قناة الموريتانية الناس بيضان والديقة ميخال؟ أنا ضد البرنامج الناس بيوان ديقة ميخال شوين على موريتان، الناس بيوان والله الناس كوار والله الناس سلالة،
المهم الناس يلا تعود موريتانية كاملة. وتبغى الأخبار قا؟ شن هي الكلمة اللي تقدر تقول بكافة اللغات الوطنية؟ نقدر نقول أمبولار بندرابي مثال مليون رأيني مسلم ليكم أنتم كاملين بالحسنية مانجلين دنديو مبقي تي أولف خاصون كماري مواتو ليسونين كي والله إنها موندا كي فري جو مو فوا فريمون موريتانيا في ذا كامل باسكو موريتان ما يجد حد يقول له موريتاني هو اسمع لا الحسنية ولا بولارية وساكت عن الآخرين. ميسيو خليل كل بوم دي تير بكم عند البوتيك؟ سولني عن زقيب بوم دي تير والله زاد يقول لهم نقولها انا ماري افام بير من البصل بوم دي تير تماو 5 مليون عدو في رمضان شهر كريم فضيل طلعوا صور بي من وقيا مشكلة. شن هالرواية اللي ما سولناك عنها وتبغي تقولها للمتابعين؟ شي نبغي نقول للمتابعين ما سولتوني عنه لا الناس يالت تطرح البال ولا تقبل الدولة تخسر إن شاء الله بنا نحن ما عندنا نكون موريتان. السلام عليكم لا توحدني دار لا العافية دار لا العافية أنا صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً مع البنك الشعبي الموريتاني.